هاجر يونس الشاعر من قطاع غزة مع عشرة آخرين من أقاربه وأصدقائه أملاً بحياة أفضل في أوروبا. بده بس كشاب عمره 21 سنة 22 سنة بده يأمن مستقبله، بيحلم إنه بده يتزوج، بده يبني، بده يجيب له دراجة نارية، بده يفتح له مشروع يعيش يكون حاله. غير أن يونس توفي غرقا بعد 10 أشهر ليعود جثة هامدة إلى القطاع الفقير والمحاصر. قعدنا فقدينه تقريبا 20 يوم وإحنا بنبحث وبندور وبيقولوا لنا محبوس مخطوف، لا بخير، ملفه شائك شوية، بده شوية إجراءات وإن شاء الله ويطلعوا وكذا. وضحكوا علينا، لولا أنه هو الله يرحمه هو اللي كشف الحقيقة، يونس جثمانه هو اللي كشف الحقيقة من خلال الجواز الفلسطيني اللي كان حاطه في جيبته، كان مغلفه بالنيلون عشان المي البحر. رحلة الهجرة ذات النهاية الأليمة تخللتها محطات صعبة تعرض فيها يونس للسرقة والخطف. أرض فاضية، هاي يونس الله يرحمه، حطينا 6000 مرة واحدة، وبعدين يعني شوف مصروف قديش، حوالي 2000 مصروف في مصر وفي ليبيا، وغير الفدية اللي دفعوها لما انخطف يجي 1000 له 1500 كمان من هناك دبروها ودفعوا، يعني حوالي وصلت 9000. وتوفي خلال العقد الأخير عشرات الفلسطينيين في حوادث غرق مماثلة أثناء محاولات الهجرة بطرق غير شرعية إلى أوروبا وتركيا عبر أنفاق كانت تنتشر قبل سنوات على حدود القطاع مع مصر قبل أن يهدمها الجيش المصري أو يغلقها. نشكل البطالة العامل للرئيس الذي يدفع الشباب للهجرة من هذه المنطقة من العالم، بالإضافة إلى غياب وانعدام الأمن الشخصي بسبب العدوان الإسرائيلي الذي يتكرر وغيرها من مشكلات مياه وكهرباء وبيئة ملوثة وما إلى ذلك، إلى أنه حوالي 250 ألف فلسطيني، أي حوالي 10% من سكان قطاع غزة نجحوا في الهروب من القطاع والوصول إلى أوروبا الغربية، وهذه أعتقد أنها نسبة كبيرة. ويقيم في قطاع غزة نحو 2,300,000 نسمة، نحو ثلثيهم من الفقراء، وبينهم أكثر من 200,000 عاطل عن العمل.